والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم البنات ومرحبا بكم اليوم في ماشين كويزينكم ماما. اليوم ان شاء الله راح نعمل وصفة الكسكسي للمبتدئات. المقادير هي عندنا الحم، عندي كيلو كسكسي، النوعية دي جيدة في شي فسفورية هكا مليحة الكيف وبنين، لغرين متوسط كالي بكتالي غرين، عندي الخضر، عندي جريوات كورجيت كاروت سناريه فلفل فلفل حار، وعندي حمص لهنا نفخته لافي قريب 300 غرام، وعندي لهنا زوز مغارف طوماط كونسانتري، ولهنا عندي 300 غرام طوماط مرحيه وبيوري دو طوماط، لهنا عندي مغرف قهوه كركم، وعندي تابل اون كويير سوب وين كويره سوب فلفل احمر او فلفل زينه وبابريكا، ولهنا عندي بواكر نواغ اون دمي كويره كافي، عندي لهنا بصله قصيتها خشينه وبصله صغيره رحيتها، وعندي ملح وزيت زيتونه وزيت. فوالا نبداو على بركه الله. لهنا عندي البرمه دي اللي راح نفور فيها، فيها الماء، حطيت فيها الماء قريب اترا ونص كيك، نحط فيها الحمص، طيب فيها الحمص، ونحط شوية فلفل أكحل، ونحط شوية كركم هكا كركم، ونخليوه يطيب الحمص باش ما يتخلطناش مع الحم، ما يروح الناش يذوب ما يذوبش مع الحم، نخليوه نفوروا عليه بعد. هذه نحطها عليه، ولهنا نحطو الزيت. بسم الله، قريب نص فنجان هكا. هذايا نبداو بصح نقليو الفلفل الحار، يعطي مبونغو لاصوص تاع، لكن نقليو الفلفل من الاول، والميم طون ناكلو بيه الكسكسي على الاخر. نقليوهم، نخلي الزيت تاعنا يسخن شويه، نحط الفلفل نقليه، الفلفل تاعنا خضر نحيوه، فوالا نحينا الفلفل قليناه، دوكا نحطو البصل وميلي دونيو، لهنا عندي الماء سخون نغلي ديجا باش نمرقو بيه طول، كي نمرقو لي صوص بالماء سخون طول طول الماكلة تجي بنينة تقعد ممروقة بالماء سخون. دركا نحطو الطماطم كونسانتخي، عندي زوز مغارف دو كويار سوب الطماطم كونسانتخي، نخليها جوست شوية حتى نتقيقها باش ما تتحرقش، الكوفا تخليها تتحرق سينو تجي مرورة في لاصوص، بعد تحلوها بشوية ما تستلها تفيدو، نفي غوفونيغ لا طوماط دي مينوت تراك ليزونيون، نحطو شوية ما جوست بشوية.
لحظة الطماط هذه. نحط الكركم، انكويرا كافي، كركمة، ندي مكويرا دو بوابر، فلفل أكحل، انكويرا سوب التابل، انكويرا سوب بابريكا. اللي يحب الحار يحط شويه ماء بيكم. الماء نحطه جوست شويه باش التوابل ما تتحرقش والطماطم تصير. درك نحطوا اللحم تاعنا. عندي من الكرومة شوية شوية مش يكون هلا نقليو هذه بشوية بشوية ونحطو الماء بشوية بشوية انفيرو 10 مينوت ونفي روفونيغ دو سومون 10 دقائق افاك ان بتي بو دو توجور ان بتي بو دو باش ما تحرقش. الى هنا نحط الملح محسوب ان كويير. Attention, il faut mettre doucement, ça n'est pas la quantité d'eau que vous allez mettre. Il faut mettre même une demi-cuillère à soupe et après vous verrez à la fin. Voilà, là on met le melh et on voit la sauce qui est beaucoup ou un peu. Moi j'ai la sauce, je vais la mettre beaucoup. J'ai une cuillère à soupe, je vais la mettre. فوالا هنا تقلات البنات تجي 15 مينوت 15 مينوت ابري لا جو مي دو لو شود. قريب 700 هكاك درك نخلي اللحم تاعنا يطيب ومن بعد نبداو نفهروا الكسكسي. هنا نبداو نفهروا الكسكسي. عندي كيلو لي غران مويان نحطو زيت زيتونة. بسم الله غاسق 3 كويرة سوب. نخلطو الزيت مع الكسكسي مليح باش من بعد كي ساعة يتحل الكسكسي. لهنا عندي 300 مليلتر دو ما نورمال. نبداو نرشو بشوية هو يشرب وحنا نلحقو هو يشرب ونلحقو وميلو فيغا ميزيغ دو
ولا الكسكسي اللي هنا فار لا بابور طمات لا ولا لوفي. بسم الله. لهنا عندي 600 مليلتر دو 600 و بابور يشربها كامله ولا لا. نشوف شرب ولا لا. هو شرب كلش. نحسه مزال يابس شوي. زيد نلحق شوية ماء. لهنا حطيت 150 مليلتر. ان تو صافي 750. لا دوزيام فوا كي جي ميلو. فوالا عندي زيد لهنا 150 مليلتر. ماء. زيت يشرب من بعد نحط له زيت زيتونه شويه ونرجعه يفور. دونك نحطو شوية زيت زيتونة خاصك 3 كويارة سوب. المقادير قد قد للمبتدئات تانيين اللي تروح لهم يجيهم الكسكسي معجن شرباتو بزاف ولا يجيها شايح. انتو الفورة الثانية حطيت 900 مليلتر دو ولا في الفورة الثانية. La deuxième fois, quand je les mets à la vapeur, j'ai mis 900 ml d'eau. Voilà, j'ai mis 500 ml. Ma, le four à faire. Au four à l'eau, j'ai mis 900 ml. Avant de m'enfoirer au mar à l'eau. Là, j'ai mis le four. Je vais mettre le four. Vous êtes qu'un charbon de la sauce et j'ai mis le four. Voilà, je vais mettre le four. هذا اللي صايفار الاول صايف فورت فور رجع بانسيك لا فيديو صايف جي لي مي على فابور سو سيلي لا وانا نخدم سو دو بور انا سو دو بور. فوالا هذا الكسكسي كملناه. درك نستناو لاصوص باش نحطو الخضرة صايي. فوالا لحق ان بو دو لا مغميت باسكو نشفت. نحيد الحم تاعي طاب نحيد. ذوقو يفو من بعد ذوقو تاع الاول ملح لكن ناقص ولا حاجة. ونحطوا الكاروت دابور. هنا جميع الكاروت هنا جبت لهم الكاروت
نخلي لا كوكوت كالسي في 5 مينوت لا كاروت تبفيسا يا بخي نحط لا كورشيت درك نحطوا لي كورشيت تاعنا قفلت على لي كاروت 5 مينوت درك نحط شريبات نخليها تطيب هكا 15 مينوت فوالا هاي لا صوص تاعنا كيفاه جات قرت الزيت تاعها على الاخر كي حطيت كي طفيت حطيت قرن فلفل حار قعدت 5 دقائق وحطيتها فوندو باش تخرج شويه الزيت هذايا فوالا هاي جاي خضره كيما هكا صايي درك نطفيو عليه نسيت ما قلتش على الحمص اللي حطيته يطيب درك نفرغوا لهنا وقبيلات نسيت ما حطيتش الملح حطيته من بعد مع الحمص وانا نفرغوا يبقى شي غير شويه صوص ونفرغوا معاه ماكش على الصوص تاع الحمص مفوحه ديجا فيها الكركم والملح والفلفل فوالا البنات هذه كانت وصفة اليوم ان شاء الله تكون عجبتكم ها جات سهلة وبنينة على الكيف ونشاهدكم في الجنة ان شاء الله ولكن عجبتكم ما تنسونيش بلي لايك والبارطاج والمرة الجاية ان شاء الله مع وصفة جديدة والسلام عليكم.